طب خلينا نعرف تفاصيل أكتر من المهندس رفعت عيد وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، ونتعرف منه على تفاصيل الموسم الجديد بالذات. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم، صباح الخير على الساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. يعني في البدايه عايزه اعرف بقى فكره او الفرق ما بين عمليه التجفيف في الطماطم وايه الفايده منها وايه اختلافها عن المحصول العادي. هو الفرق الوحيد انها بتدي فرصه للتخزين وللنقل بصفه اكتر. انت عارفه الطماطم محصول طازج، ممكن يتلف مع النقل وممكن يتلف مع التخزين لفترة طويلة، بنلجأ لعملية التجفيف عشان يبقى فيه فرصة للتصدير أكتر والاستهلاك في الدول المصدرة لها أكتر يعني. طيب باشمهندس، يعني فكرة اللي احنا بنصدر للدول الأوروبية تحديدا، يمكن الغالبية العظمى ما كانتش تحلم اللي احنا في يوم من الأيام بنصدر طماطم لدولة زي إيطاليا مثلا على سبيل المثال وليس الحصر. إزاي تم فتح يعني منافذ لهذه الأسواق تحديدا، وده بيعتبر إضافة إزاي وقيمة مضافة لحصيلة الصادرات لمصر؟ هي الحقيقة الأقصر بتشتهر بزراعة الطماطم وبتزرع مساحات كبيرة بتوصل ل 15 ألف فدان في الموسم الشتوي. نعم، وكمان بالإضافة لأن الأصناف اللي موجودة اللي بتتزرع في الأقصر بالذات أصناف جيدة وتصلح للتصدير وتصلح للتكفيف، زي يريديت 2020 وزيرو 14. طبعا وفرة الإنتاج، في الأقصر أدت إلى السعي لفتح منافذ جديدة للتصدير، وبالتالي بدأت الأسواق في الخليج وفي إيطاليا بالخصوص تتفتح، ونصدر فائض الإنتاج ده اللي بينتج من مزارع الأقصر للدول دي. طيب هل في أيام معينة نقدر نقول إن هي بتبدأ فيها الموسم ده وتنفيذ عملية التجفيف عامة، وهل ليه ارتباط بموسم الطماطم نفسه ولا لأ؟ طبعا مرتبط بموسم الطماطم. حضرتك عارفه ان الطماطم محصول شتوي والانتاج بتاعه بيبدا من شهر واحد، فبيبدا بقى الجمع والتعاقد قبل الجمع مع المزارعين مع المناشر التجفيف، وبيتم الحصاد وبيتم يروح المناشر وتبدا عمليه التجفيف. نعم، عمليه التجفيف دي بتاخد يعني فتره زمنيه قد ايه او كم يوم؟ حوالي اسبوع. اسبوع وتكون جاهزه بعد كده للتصدير. نعم. طيب عايزه اتكلم بقى عن المزارعين يا فندم، يعني بتقدموا ليهم الدعم ازاي للمزارعين طبعا اللي بيشتغلوا في عمليه التجفيف والتسهيل عليهم بالذات في اجراءات التصدير؟ هو طبعا دي عمليه استثماريه. احنا طبعا بالنسبه للمزارعين نفسهم بنقدم لهم كل التسهيلات، بالنسبه للاسمده والمبيدات بنوفرها لهم، وبالنسبه لل يعني العماله متوفره في الاقصر وخدت خبره كبيره في مجال الجمع والتجفيف في المناشر، فكل الدعم بنقدمه سواء للمزارع او سواء للمناشر اللي بتجفف، يعني اي صعوبات بنذللها. طب والتصدير؟ نعم، والتصدير يعني هل في اجراءات بتسهلوا عليهم عمليات التصدير؟ هو بالنسبة لوزارة الزراعة طبعا كل التسهيلات، بالنسبة للرخص الترخيص بتاع المناشر دي طبعا بنسهل لهم استصدارها، وكل التسهيلات اللي هم بيطلبوها طبعا بنيسرها لهم. هايل، كل الشكر ليك المهندس رفعت عيد وكيل وزارة الزراعة بالأقصر. شكرا ليك يا فندم.